السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم قناة أحمد بن عطية. الفيديو متاع اليوم إن شاء الله باش نقدموا لكم فيها طريقة إيقاف الإشعارات القادمة من تطبيق يوتيوب، لأنه أحيانا الإشعارات هذه تكون مزعجة لبعض الأشخاص. لذا قبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنسوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديد يجيكم إشعار. ونبدأ مباشرة في الشرح متاعنا. أول حاجة نقوم بها هي الذهاب لتطبيق اليوتيوب. بعد ما ندخل لتطبيق اليوتيوب نمشي مباشرة إلى library، وبعد في library نضغط على الصورة متاعنا الموجودة في الأعلى على يمين الشاشة، ومنها هي نمشي مباشرة إلى settings أو الإعدادات. بعد ما نمشي settings باش نهبطوا اللوطة شوية لنلقاو كلمة notifications أو الإشعارات، ولهنا في notifications باش تلقاو القائمة الكاملة للإشعارات اللي قاعدة تجيكم بمختلف الأسباب متاحة أو بمختلف الأوبشنز اللي قاعدة تجيكم منها الإشعارات. ولهنا أي حاجة ما تحبوهاش نجمو تقوموا بإلغائها. مثلا عندك subscriptions، إذا كان شخص قام ب معناها قناة قامت من القنوات اللي انت مشترك فيها قامت بتنزيل محتوى يجيك اشعار. بطبيعة لازمك انت لهنا تكون مفعل ميزة الاشعار، هذه ما نتصورش كان فيها مشكلة كبيرة. لهنا في recommended videos عندك اذا كان اليوتيوب يلقى فيديوهات اللي من المحتمل او من المفترض انك تحب تشاهدها يقوم بارسال اشعار. فما زاد كيف كيف في الاكتيفيتي اون ماي شانل، معناها الأنشطة اللي تصير في القناة متاعك، وإلا إذا كان حد عمل لك قلب أو عمل لك لايك على الكومنت متاعك إلى آخره. باش تلقاو يعني هوني برشا أوبشنز موجودة للإشعارات، أي حاجة ما تحبهاش توصلك فقط تضغط عليها وتخليها تولي باللون الرمادي اللي قاعدين تشوفوا فيه، وهكا تكون ألغيت الإشعارات متاحة. بطبيعة نجموا لهنا تقوموا بإلغاء ما تريدون من الإشعارات. كانت هذه الفيديو متاعنا اليوم. إذا كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار ما تنسوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديدة يجيكم إشعار. وللفيديو القادم إن شاء الله ما بقى لي باش نقول لكم كان إلى اللقاء.